يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي هداه الله ووفقه إلى كل خير يتفرج على الدش، ويكون في بعض الأحيان عنده أخواتي، ودائما ما أنكر عليه بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن دون جدوى، ودائما ما أهجره ولكن أتحسف وأعود إليه وأحب على رأسه، فما هو الحل مع مثل هذا وفقكم الله؟ الحل مع مثل هذا أنك تنصح أخواتك أنهم ما يجلسن عند الدش ولا يجلسن مع هذا الوالد الذي لم يقبل النصيحة، تنصح أن إخوانك وأخواتك ما يجلسون معه. وأما تقبيل رأسه والسلام عليه هذا ما يصلح، قالوا لما يتوب ويرتدع، لكن بره بإعطائه ما يحتاج وخدمته هذا لا بأس به، لأنه من البر بالوالد. أما المؤانسة معه والمباسطة معه فاتركها إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. ولو أنكم ضايقتوه، أنتم أهل البيت ضايقتوه وهجرتوه وابتعدتم عنه، لا ربما أنه يبعد هذا الدش ويسلم منه. نعم، لكنكم ما أنتم حازمين معه فهو يستمر. نعم.